في هذا الفيديو الخوص غادي نشارك معكم كيفاش دوزت اخر يومين في بورما. من بعد ما كنت في مانداي تشيكيت الفلايت لدول اخرى لقيتهم غالي، علاش قررت نرجع ليانغون ومن تما ناخذ الطيار. وفي الطريق الرجعه تواصلوا معايا واحد الكوبل عرفوني من تيك توك، قالوا لي الا كنتي جاي ليانغون مرحبا بك نتلاقاو نضيفوك عندنا. قلت اوكي نمشي نصور معاهم فيديو ويكون هو اخر فيديو في ميانمار. ولكن من بعد ما خرجت من الدوله وبديت كان بوستي الفيديوهات، شافوا داكشي اللي كنهضر عليه في الفيديوهات، شافوني تكلمت على السياسه وشنو واقع في البلاد، المشكله ديال المسلمين، خافوا على راسهم وقالوا لي بلا ما تحط الفيديو ديالنا وبلا ما تبيننا في الفيديو معاك حيت هذا الشيء غادي يقدر يشكل علينا خطر. علاش قررت نلغي هذه الحلقه هذه؟ قلت لكم في الفيديو الفايت الفيديو ديال سوق المجوهرات قلت لكم انه هو اخر فيديو. ولكن من بعد ما شفت اللقطات ديال الفيديو اللي صورت مع هذا الكوبل هذا لقيت بلي نقدر نبارطاجي معكم الفكره شنو درنا وشنو كلينا، حيت شي لقطات ما كيبانوش معايا فيهم. هادشي اللي غادي تشوفوه معايا في هذا الفيديو. ومن بعد غادي نجاوبكم على الاسئله ديالكم، على واش تعرضت لشي موقف عنصري، شحال خسرت، الاسعار في هذه الدوله هذه واش المعيشه فيها رخيصه. دابا نخليكم مع الفيديو، المهم نشوفوا كيفاش دوزت النهار ديالي مع داك البلاده، كيفاش تعاملوا معايا، فين مشينا، فرجه ممتعه. وفي الاخر الفيديو غتلقاو الاجابه على التساؤلات ديالكم. صباح الخير الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. انا في يانغون، في هذا الفيديو هذا غادي يكون معايا واحد الناس اللي شافوا هذا الفيديو ديالي في تيك توك وما يقولوا لي اجي نوريك المدينه ديالنا. المهم انا معاهم دابا، حنا في واحد الباص هذيك كيسميوها تي هاوس بحال هكا. هنايا القهوه مثلا اللي كتلقى فيهم اتاي القهوه الفطور كيسموهم تي هاوس، ماشي كافي، كيسموهم تي هاوس. اوكي اليوم غادي نجربوا بزاف ديال الحوايج، غادي نشوفوا شي بلايص مع هاد الكوبل هذا. النهار الاول هنا قلت لكم ان الاكله معروفه عندهم هي موهينغا، غنوري لكم دابا. هي سوب كتكون مصوبه من الحوت، كيحطوا فيها النودلز، كيعطوك معها البيض، كيعطوك معها واحد الكيك اللي مصوبه من الحوت، وكيعطوك بزاف ديال العطريه هنايا كيف ما شفتوا معايا في النهار الاول في البوفي ديال الاوتيل. وهذه شان نودلز حتى هي اكله معروفه هنا. المهم بالنسبه لهذا المحل هذا محل حلال، كيجيو المسلمين ياكلوا فيه والهندو غتلقى غير الدجاج، يعني ما غاديش تلقى اللحم البقري بالنسبه للهند ولا الهندوس. كاين عاوتاني هنايا تيما باراتا بحال باراتا اللي كنتو كتشوفوا معايا في الهند، ولكن كيحطوا فيها الدجاج وحوايج اخرين. المهم هذا هو الفطور ديالنا اليوم، بورميستي هذا راه حاجه باينه. جربوا هاد البوهينغا، تخلط كل شيء تحت البيض تحت الدجاج كلشي تخلطوا. المهم بعد ما خلطنا هادشي كامل نجربوا هاد موهينغا اللي كيقولوا انها اشهر وافضل اكله عندهم. بسم الله. من احسن الاكلات اللي كاينه في اسيا، هي مصوبه من الحوت، كيقطعوا فيها الطرفات الصغار ديال الحوت وكيطيبوا بها السوب هادي، وهذاك الحوت كيذوب كيولي واحد المرقه كتخلطوا مع هادشي كامل. والله من بعد ما فطرنا قالوا لي على واحد المكان سميتو معبد الثعابين، علاش قررت نمشي لهاد المكان هذا معاهم ونشوفوا واش فيه شي طقوس، واش فيه شي حاجه نكتشفوها. وباش نمشيو لهاد البلاصه هادي خصنا نقطعوا واحد النار كاين وسط هاد المدينه هادي ونمشيو للضيفه الاخرى. اوكي غناخذوا دابا واحد البوت باش نمشيو للجهه الاخرى. هاد النار هذا فكرني في النار المقدس ديال الهند، نفسه تقريبا نزلوا في هاد الدرجات هادو. غادي ناخذوا بوت تا هما عمرهم مشاو لهاد التيمبل هذا، ما خلاهمش يدوزو حيت معاهم انايا اجنبي. خصنا دابا نمشيو لواحد الجهه اخرى، عارف شنو هو السبب بالضبط. نمشي دابا واحد النقطه اخرى ونشوفو. هذا هو المشكل ديال انك تكون سائح في هاد الوقيته هذه بالضبط، تلقى بزاف ديال الاماكن ما مسموحش ليك تمشي لهم. واحد المعلومه تقالت لي على يانغون هي انه المطر فيها ما مقبولينش، يعني علاش كتلقى الركشه بحال هكا ولا شفتها معايا في زاد الفيديوهات. قبيله كنا بغينا ناخذو برايفيت بوت ولكن ما خلاوناش. دابا غادي نمشيو مع الشاب، غادي نمشيو مع الناس اللي كتشوفو معايا ساكنين في الجهه الاخرى كيجيو ليانغون باش كيخدمو. علاش ديما هاد العباره هادي ديما كتبقى خدامه النهار كامل؟ هيوز فيري. شوف معايا واحد الباطو قداش هو اللي غادي ندوزو فيه وعامر بالناس باش تعرفوا ان بزاف الناس كيجيو كيخدموا هنايا. النار هذا ماشي شي حاجه اللي كبيره بزاف. في الجهه اخرى ناخذ التيك توك، غادي نمشي واحد المسافه على غادي نلقاو هذا التيمبل هذا اللي صراحه ما كنتش معارفو. كنت ديجا سمعت عليه في شي فيديو ولكن مري سمعت بشي حاجه بحال هكا في الديار البوذيه. حتى انا فاش يلاه كتخرج كيجيو صحاب الركشه صحاب التيك توك. شوف معايا هنا واحد الاعداد كبيره ديال الدراجات هنايا الباطر ممنوعين، كنت حاجه اللي عمرني رديت لها البال. ولكن شوف معايا البيكالات
واحد العدد كبيره كيحطوهم هنايا الناس يبغى تدوز للجانب الاخر ليانغون كيمشيو كيتسوقوا ولا كيخدموا تما من بعد كيجيو في العشيه ولا كيفاش كيساليو الغرض ديالهم كيجيو كيهزو بيكاردهم وكيرجعوا. في واحد المنطقه اخرى هنايا كنت كنشوف هذه المنطقه صراحه في المابس كاينه في الجهه الاخرى ديال هذا النهر هذا اللي جاتنا الفرصه انا نجي ونكتشف هذا الجانب هذا الاخر. قطع هلمد فاتر كيفاش غادي تسنى على واحد الباصات تشيك بوينت اللي كشي باش خلاوني ندوز ودا باش ندوز من واحد النقطة خص السائق ديال التوك توك خصو يلبس الكاسك ودابا ما جيبش الكاس عاد دابا لقينا عاد وحدين هنايا عاد ندوزو به ملي نشوف التيبل نرجعو تاني نرجعو ليهم الكاسك. هادي أول مرة غادي نشوف شي واحد كيلبس الكاسك في التوك توك. دابا وقفنا في واحد النقطة هنايا فين كيتباع واحد عصير ديال النخل عندهم هنا واحد المشروب هو حلال ولكن من بعد كيولي حرام كياخذوا من هذا النخل هذا الا خديتيه في الصباح كتقدر تشربو ما يقدر يدير لك والو بحال مثلا بحال العصير ديال العنب ولكن الا خليتيه مورا السانسيت من مورا الغروب في الليل حيت كدوز واحد المده معينه كيتخمر وكيولي شراب كيولي كحولي ومن بعد حنا نجربوه بما انه جينا في الصباح حيت كيجمعوه في الصباح هو بحال الكوكونات ولكن كيجمعوا بواحد الطريقه تقليديه. المهم غنشوفوا نحاولوا نكتشفوا هنايا لقينا شي واحد مازال كيجمعوا نوريكم الطريقه ديالو. انقلابا هذا هو المشروب اللي معروف عندهم هنايا كيجمعوا من هاد الشجره هادي ولكن الريحه ديالو صراحه قازحه. اوكي اند وات از ذيس تويت اوكي هاد الحمادة ديال الفيران كيقولوا هنا اللحم ديال الفيران وهذا المشروب هذا تيجمعوا بهاد القله هذه تايه تاوي از جود از جود اوكي لا لا بغينا بين من الضحكه زوين اوكي انجوي ثانك يو تي سوبر هذه النخله اللي كيجمعوا منها كيحطوا ديك القله اللي شفتوا معايا كيخليوها تما في الصباح كيبقى يقطر داكشي بشويه بشويه حتى كيتجمع وفي العشيه كيجمعوا. هذا الحمد الفيران هذا الحوت هذا حاجه باينه هذا هو المشروب اللي قلت لكم عمرني تخيلت انهم كياكلوا الحمد الفيران ولكن كيطيبوه هنا غير في هذا التاون هذه اللي مشينا ليها دابا اما في يانغون تما ما غاديش تلقاهم كياكلوا هذا الشيء هذا. This one this is a tea leaf salad tea leaf yeah this is tea leaf salad هذه واحد السلطه Yeah, شفنا في tomato bagan. And beans. Yeah. I think I already tried something like this in bagan. Yeah. هذه الطريقة باش كيعيطوا السربيانة ولا الويتر في المطاعم وفي المقاهي هذه الطريقة وكلهم فاهمين عليها يعني ما تجيكش غريبة هذه غتسمعها بزاف في المطاعم ديال البوربية سواء كان سرباي بنت سواء دري هذه الطريقة باش كيعيطوا تخيل معايا دير هذه في المغرب غيبقى يشوفك شي شوفات. المهم بالنسبة لهذا المشروب هذا كيجمعوه في الصباح ولكن إلا خليتيه من الصباح حتى الليل تما كيولي خمر اما فإلا شربتيه وانت يلاه جمعتي كيكون واحد المشروب طبيعي بحال بالنسبه بحال العنب ولكن الا خمرتيه وخليتيه واحد المده طويله تما كيولي مشروب كحولي. نفس الشيء بالنسبه لهذا المشروب هذا تورتي جوس كيجي معاه من هذه النخله هذه هو حلو كيشبه شويه العصير ديال الكوكونات ولكن هذا شويه كتحس به حلو وقاصح شويه كتلقاهم حاطين وجنب ديال الطريق في الصباح اللي كيبغي يشرب عصير عادي كاين كيبغي يشرب الخمر اللي بغات العصير عادي راه كياخذوه دابا انا نوريكم الا خليتوه واحد المده طويله كيتخمر كل ما طول كل ما كيتخمر كيولي خمر اما فاش كيلاه كتاخذوه كيكون عصير عادي. اوكي انا متاكد انه كل ما كانوش معايا هاد الجوج هادو ما عمرني غادي نتخيل راسي غادي نجي لهاد البلاصه هادي هادشي شحال تمشينا راه واخا كتبان المسافه صغيره ولكن تمشينا ديال بصح واخيرا عاد وصلنا دابا لهاد التيمبل هذا. انا فين حاطين هادوك الافاء فاش قلبت على شي فيديوهات في يوتيوب وات والله الا خلعني بهاد الصوت ديالهم ما توقعتش انهم غادي يكونوا كيديروا هاد الصوت هذا نسيت كاع شنو كنت كنقول لكم كنت كنقول لكم انا فاش شفت فيديوهات في يوتيوب شفت بلي لا مونكس كيحطوهم فوق رقبتهم يعني كتلقى الافاعي قدام ما كاينش بيناتكم واحد الشبكه بحال هذه دابا حاطينهم مرموره الشبكه
باش يشوفوهم الناس بزاف. المهم هادشي بالنسبه على ما قالوا لي هاد الكوبري هادو اللي معايا على حساب الجمعيات ديال الحيوان هما اللي طلبوا منهم هادشي هذا باش مابقاوش يستغلوا الحيوانات في المعابد. عقدتو على السوق ديال بنادو اللي شفنا فيه الافاعي، شفنا البايثون هما اللي محطوطين هنايا، غير الافاعي الكبار هما اللي كيحطوا هنايا. You don't know the story behind this worship. اوكي شحال هذه كانوا حاطين في واحد التمثال اخر وكانوا كيامنوا بشي حاجه. المهم هذا قال لي ما عارفش. المهم هادو البوذيين القدماء واقيلا ما دابا مابقاش كيديروا هادشي، غير محطوطين هنا كيشوفوهم وصافي. انا في واحد الفيلاج دابا هنايا بعيد على الحياه ديال يانغون، ترقار محفرين توك توك شحال هو كيجري بينو. هذاك المشروب اللي شربنا قبيله كيجبدوه من الشجره، من الشجره كيحفروها وكيجبدوا من هذاك الماء. ولكن الفاكهه اللي كانت في ديك النخله هي اللي غادي نوريكم دابا. هذه هي الطريقه باش كيقطعوها. نشوفوا المهم كيفاش داير الفاكهه ديالو، واش مختلفه على العصير ولا لا. هيا التمره ديال كيفاش دايره. بسم الله، هي ماشي حلوه هكا تاكل شي تفاح ولكن ما حلوش. من بعد 3 سوايع تقريبا واخيرا قررنا نمشيو نتغداو. رجعنا خدينا عاوتاني هذاك الباطو ورجعنا للضيفه الاخرى ديال يانغون، وقالوا لي غادي ناخذوك تاكل واحد من اشهر الاكلات في يانغون. وبالصدفه داوني لواحد المطعم اللي سبق لي وكليت فيه في اليوم الاول ديالي في بورما، ولكن هذه المره غنجرب واحد من اشهر الاكلات في يانغون عند المسلمين. هذا هو المطعم اللي كنت فيه، ولكن داك النهار ما وريتيش لكم مزيان. شوفوا معايا الكميه هذه اي طيبوني فيها كميه كبيره باش تعرفوا ان هذا الريستورون هذا معروف بزاف. هنا تقريبا كيصاوبوه بالحم البقري كلشي تقريبا. هذه وجبه الغداء ديالنا، كيعطيك واحد الطلعه كبيره في هذا اللحم هذا. انتم كتشوفوا تبارك الله واحد الكميه كبيره. واو واو شوف شحال ثقيله. والله الا ثقيله ديال بصح صح. هاد الناس هادو اي حاجه كنديروها كنبغي نخلص تيقول لي لا لا ما تخلص. انا الخوت هاد الناس ما خلاو لي ما نقول، عجزت على التعبير. المهم فاش تغدينا قلت لهم غنمشي نرتاح نجيب حوايجي من الصبانه نرتاح في الاوتيل ديالي من بعد نتلاقاو. قالوا لي لا مشاو معايا، جبت حوايجي من الصبانه. قالوا لي تجي تريح معنا هنا ترتاح حتى العشاء ونخرجوا ثاني. المهم جيت عطوني ريح في هاد الشومره هذه دارهم. دخلت دوشت لقيتهم حاطين لي هنايا كوكا الماء ناس ظريفين ما بقى لي ما نقول. باش جينا لواحد ستريت فود اللي كيكون في العشيه تقريبا اغلب المحلات هنايا غادي يكونوا مسلمين. سو ذيس ميد فروم ايجز، كيقادوها بالروز والدجاج. هادشي اللي قلت لكم كيعجبني هنايا في بورما هاد الديكورات ديال التقليديين. شوف معايا بروفيشنال داكشي في الزربه. ذيس از فرايد بانانا، هنايا بحال السفنج في المغرب كيقادو بالعجين راكم عارفين، ولكن هنا كيقادوه بالغبره ديال الروز. واو قالت لي ان هذا الشارع في رمضان كيكون عامر وبان لي الاكل ديالو اكل ديال رمضان. تلقى هنايا البريوات قال الحلويات صراحه داكشي ديال رمضان. هذه بحال شباكيه شويه اجوما اجوا ديال رمضان هنايا. واش تعرفوا ان البورميين عزيز عليهم الحار؟ هذا حار مخلطينه مع الحوت. المهم هادو انواع مختلفين ديال الحوت. عندي دي ميكسيت ويز نودلز، عندي ميكسيت ويز نودلز. لايك يو سيل يو تشوز ذا كوانتيتي. اوكي اوكي هادشي خاص بواحد ستيت اخرى واحد الولايه ما مسوحش ليا نمشي ليها. هادشي هذا من عندهم جاي وكيتباع هنايا. المهم كيتباعوا بالعبار الريسه بحال الحار وكيجيو ناس كيتقداو هنايا. السلام عليكم. How are you? باربيكيو. هادشي انا ما كنتش معارف الخوت باللي كاين هاد المنطقة هادي فيها عندك خيارات كثيرة. بغيتي ماكلة خفيفة ماكلة ثقيلة؟ هادشي واش مزيان تتعرف على الناس المحليين. هانتوما ستريت فود هنايا. هنا عاوتاني ساندويتشات ديال الاومليت دجاج واومليت. قلتلهم زعما يدوني شي بلايص اللي يستاهلوا نشوفهم، جابوني هاد المنطقة هادي. بالنسبة للمناطق اخرى كاين غير المعابد صافي. داكشي علاش قررنا نجيبو دويرة في المنطقة ديال المسلمين. ناخذ واقيلا وحدة. وي غانا شير وان رايت يا يا اتس اناف. ما فينا اللي ياكل غناخذ وحيدة غير باش نجربوها ونشارك معكم التجربة ديالها.
ملوي ومعمر بالدجاج. هذه ديجا جربنا الى عقلتو، هذه اللي كلينا في الصباح، هذه حتى هي كتبان حلوه حلوه واقيله. المطاعم يعني هذه المسلمين كتقدم واحد المينيو. شوف معايا على كتاب قداش كل حاجه مختلفه. تبارك الله، واو. شوف معايا المينيو قداش. هذه هي الاوكر اللي معروفه في هذا المحل هذا، واللي شفنا قبيل هذاك كان كيوجد. بسم الله. نودلز مع دجاج اومليت صراحه زوينه. انا الاكل ديال بورما ديال المسلمين كيعجبني صراحه، كنعطيه 10 على 10. دابا شرحوا لي علاش هذا المنيو هذا فيه بزاف ديال الاكلات. هذه المنطقه هذه اغلبيه الناس اللي فيها مسلمين ولكن من الصين، يعني مسلمين صينيين. علاش كتلقى التنوع هذا؟ تخيل معايا مسلمين صينيين في بورما، علاش غادي تلقى بزاف ديال الاكلات هنايا؟ حيت واخدين من كل ثقافه شويه. هادشي اللي كاين الخوت في هذا النهار هذا، كنت مع الناس هادو زوينين. مرحبا بكم الخوت في ميانمار، انتما كتشوفوا البلاد زوينه، الناس دايره ظريفين مضيافين. بوي مرحبا بكم في هذه البلاد هذه. خصك غير انت كسائح سهل انك تجي لهذه البلاد هذه، ويعني ما كاينش تعقيدات. انت كسائح فما عندكش خاطر، خصك غير تعرف البلايص اللي تمشي لهم. ولكن اذا كانت عندك كاميرا هذا هو المشكل. هنايا كسائح مرحبا بي تكون عندك كاميرا، فانت غير مرغوب فيك هنايا. المهم هادشي اللي كاين. اوكي تنشكر اي واحد وصل لهاد النقطه هادي. دابا ندوز مباشره للاسئله. المهم بالنسبه للاسئله، اختاريت الاسئله اللي ما كانش اجابه عليهم في الفيديوهات، حيت لقيت بزاف ديال الاسئله كيسولوني على شي مواضيع ديجا هضرت عليها في الفيديوهات. مثلا مشاكل ديال المسلمين، هذا الموضوع درت عليه حلقه كامله، ومبقاش عندي زعما شي اضافات على داكشي اللي قلت في الفيديو. هادشي علاش اترجعوا للفيديو غتلقاو فيه كلشي. بالنسبه للفيزا غادي نهضر عليها ولكن بعجاله. الفيزا كتاخذها اونلاين، كتخلص عليها $50 تقريبا 500 درهم، وكتخلص واحد التامين $80 اللي هي 800 درهم. هادشي بالنسبه للفيزا. واش ميانمار فيها الامان؟ واش تعرضت لشي موقف خطير ولا عنصري؟ كيف ما شفتوا معايا مشينا لمناطق مختلفين، ولكن هاد المناطق اللي تقدر تمشي لهم كسائح اللي سامحه الحكومه بالزياره ديالهم. يعني فاش تمشي لهاد البلاصه هادي فراك في امان، حيت هي اماكن سياحيه. مشينا ليانغون باغان، المنطقه ديال إليك، بحيره إليك فاش اكتشفنا القبائل، ومن بعد مشينا لمانداليا. هاد الاماكن امنه، ولكن ولايات اخرين راه فيهم الحرب حاليا. هاد الحضاره اللي كنصور فيها الفيديو راه فيهم الحرب، ولكن ما مسموح ليش تمشي لهم. يعني انت غتبقى دور غير في هذيك الحلقه اللي عاطينكم، يعني راك كتكون في امان. بالنسبه لواش تعرضت لشي موقف خطير، بصراحه ما كانش انا تعرضت لشي موقف خطير. الرحله كانت امنه، يعني ما عمرني حسيت بالخطر ولا شي حاجه. كيفاش كيتعاملوا معايا كمسلم صراحه؟ تشوفوا معايا الكوب اللي شفتوا معايا دابا، الدري اللي تلاقيت به في مانداليا، الدري اللي تلاقيت به في باغان، كيعرفوني مسلم، كيتعاملوا معايا احسن تعامل، كيدوني الاماكن اللي فيهم الاكل حلال. يعني ما لقيتش شي مشكل كمسلم في هذه البلاد هذه. بالنسبه للمشاكل المسلمين راه هضرنا عليهم في فيديو، ولكن بالنسبه ليا ما لقيت حتى شي مشكل، ما لقيت حتى شي تعامل عنصري الرحله ديالي كامله في هذه البلاد. شنو هو اكبر مشكل واجهت؟ صراحه المشكل اللي واجهت هو فاش كنكون باغي نمشي من مدينه لمدينه، نقاط ديال التفتيش كيديرونجيوني ديال بصح، حيت خص ديما تكون فايق تقريبا كل ساعه كل 40 دقيقه خصهم يجيو لعندك ويسولوك بزاف ديال الاسئله. هادشي راه هضرت عليه في الفيديو ديال الرحله ديال الباص من يانغون لباغان، غتلقى فيه التفاصيل اكثر. بالنسبه للاكل، فاش كتكون في واحد الدوله ماشي مسلمه دارو كتلقى شويه واحد المشكل في الاكل. فاش كنكون في شي مدينه ما فيهاش المسلمين بزاف، الاكله الرئيسيه ديالي هي الروز اومليت والخضار. هذه هي الاكله اللي كنت ناكلها ديما تقريبا، كتقام عليها تقريبا ب 20 درهم 2 دولار المهم على حسب المنطقه. انا جربت الاكل بورمي عند المسلمين صراحه، عندهم اكلات بنينين ديال بصح. وموهينغا كيف ما شفتوا معايا في هذه الحلقه هذه تقريبا من بين افضل الاكلات اللي ذقت في اسيا كامله. الا كنت قادر انني ناكل الاكل بورمي فمتاكد انه غادي يعجبني. واحد السؤال مهم هو كيفاش جاتني الفكره نجي لميانمار، واحد الدوله اللي ما كاينش عليها فلوغات بزاف، وانا اول صانع محتوى مغربي غادي يمشي يصور في هذه الدوله هذه. كيفاش جاتني الفكره انا نمشي لهذ البلاد؟ الى عقلتوا فاش مشيت لاندونيسيا قلت لكم في هذا الفيديو انه في هذا السطور اللي بقات في 2023 غادي نمشيو لشي اماكن عمركم شفتوهم من قبل. كنت باغي نمشي لباكستان ومن هاندوز افغانستان،
ولكن قررت نلغي هذه الرحلة هذه مستقبلا نمشيو اليوم. قررت نعود عليكم بميانمار بورما اللي عندنا عليه واحد السمعة خايبة بسبب الأخبار اللي كتبنا على المسلمين. علاش قررت نغامر ونمشي لهذه الدولة هذه؟ بغيت ندير شي حاجة تبقى بسميتي أو صانع محتوى مغربي. أصلا ما كاينش فلوجرز بزاف في العالم اللي مشاو لهذه الدولة هذه. علاش بغيت نتحدى راسي وندير شي حاجة مختلفة قبل ما تخرج 2023؟ كان هذا هو السبب علاش مشيت لميانمار. بالنسبة دابا للأسعار، واش ميانمار رخيصة وشحال خسرت فيها بالضبط؟ ما نكذبش عليكم الخوت، ما كنتش كنحسب زعما شحال خسرت بالضبط، ولكن انا نعطيكم الاسعار ديال السكن والاكل والتنقل، وانتم المهم ضربوا حسابكم الى شي واحد غادي يفكر يمشي له مستقبلا. بالنسبه للاوتيل، اول اوتيل خديته كان في يانغون، خديته ب 15 دولار 150 درهم. من بعد مشيت لباغان، خديت تما هوستل ب 7 دولار 70 درهم. من بعد مشيت لاليك، خديت تما داك الاوتيل اللي كنت مريح فيه ب 10 دولار 100 درهم. من بعد مشيت لمانداليا، تما خديت هوستل ب 7 دولار 70 درهم. ومن بعد رجعت ليانغون اللي شفتوها معايا في هذا الفيديو، خديت اوتيل ب 16 دولار اللي تقريبا هي 160 درهم. هادو هما المصاريف اللي خسرت في السكن. المهم بالنسبه للترونسبور، كنت كناخذ تقريبا ديما كيكون الثمن ديال الحافله من مدينه لمدينه اخرى 150 درهم 160 درهم، يعني 15 دولار 16 دولار. ولكن الا كانت المسافه بعيده راه تلقى 20 دولار 200 درهم. بالنسبه للتنقل وسط المدن، بالنسبه ليانغون كنت كناخذ ركشه شي مرات، يعني 5 دراهم 10 دراهم دولار واحد. غراب كنت كناخذ مثلا 3 دولار 30 درهم، المهم على حسب المسافه. هادو هما الاسعار. بالنسبه لمانداليا قلت لكم انه ما فيهاش الباص، توك توك هو اللي معروف عندهم، كنت كناخذو 20 درهم 30 درهم، يعني 2 دولار 3 دولار. بالنسبه للاكل، الاكل اللي كنت كناكل ديما حيت شي مرات ما كنلقاش الاكل الحلال، هي اومليت الروز الخضار، كتقام عليا ب 20 درهم 2 دولار تقريبا، شي مرات 15 درهم دولار ونص. بعض المرات كناكل في شي مطعم حلال كيكون شويه غالي، كنلقى مثلا اكله ب 3 دولار 4 دولار 6 دولار، يعني 30 درهم 40 درهم 60 درهم، المهم على حسب المطعم واش كبير ولا حسب الاكله. بالنسبه للانشطه، بزاف منكم سولوني على الرحله اللي درت بالقريب في إليك، فاش اكتشفنا القبائل تقامت على تقريبا ب 20 دولار 200 درهم مغربيه. دابا عطيتكم فكره على الاثمنه، على التنقل، الاكل، السكن والانشطه اللي درنا في إليك. بالنسبه للطياره، خديتها من تايلاند لميانمار ب 80 دولار 80 اورو تقريبا 100 درهم. الى جمعت هاد الاسعار اللي عطيتكم، اتاخذوا هاد الفكره على شحال تقدر تخسر في ميانمار في المده ديال 22 يوم. واش ميانمار تستحق الزياره؟ صراحه ميانمار، وقلتها في الفيديو ديالي بزاف المرات، دوله مظلومه سياحيا، مظلومه بسبب المشاكل السياسيه اللي عندهم في البلاد. كل ما كانش عندهم المشاكل غتلقى ميانمار عامره بالسياح، عندهم باغان، طبيعه زوينه، اجواء مختلفين، اللي كديك البحيره وفيها الثقافه ديال القبائل. تمشي عاوتاني للشمال قريب للصين، تلقى عاوتاني تما الجبال بالثلوج، وتلقى الثقافات مختلفين. انا متاكد ان هاد البلاد هادي كل ما كانوش فيها الحروب غتكون واحده من اشهر الوجهات السياحيه في اسيا، وعلاش لا في العالم. علاش كنتمنى مستقبلا يكون الامل في هاد البلاد هادي، يتحلوا المشاكل ديالهم باش نرجع ليها مستقبلا. ولكن دابا واحد العسكر هو اللي مازال حاكم. انا شخصيا ما نقدرش نغامر ونرجع لهاد الدولة هادي. احسن منطقة عجبتني في ميانمار، المنطقة اللي عجبتني هي منطقة ديال باغان والمنطقة ديال إليك. هادوك صراحة حسيت بهم بواحد الفايب عجبوني ديال بصح، بسبب الاجواء، الطبيعة، الناس، المناظر اللي كاينين تما. علاش كنختار باغان وإليك؟ شنو هي الحاجة اللي اثرت فيا في بورما؟ الحاجه اللي بقات في بالي هي ردة الفعل ديال الناس وهما كيهضروا على بلادهم. كتحس ان الشعب تما ما حاملش انه يعيش تحت الحكم ديال العسكر، باغين بلادهم تكون ديمقراطيه، يكون فيها السلام، تكون فيها حريه التعبير، الناس تعيش بحريه. كنحس بهم واخا كيعيشوا الحياه اليوميه ديالهم عادي، ولكن في الداخل ديالهم كتحس بواحد الحزن وواحد عدم الرضا على الوضعيه ديال بلادهم. هادشي صراحه ديما كنت كنلاحظو في الوجوه ديالهم وهما كيتكلموا على بلادهم. اخر سؤال، واش ميانمار فيها النصب؟ واش فيها الاحتيال على السياح؟ واش كيزيدوا عليك في الاثمنه؟ صراحه الشعب ديال ميانمار ما فيهش هادشي بتاتا، حيت اصلا هو ما موالفش السياح، يعني كيتعامل معك بواحد الطريقه اللي كيتعامل بها مع الناس الاخرين ديال بورما. هادشي علاش ما لقيتش مشكل. المشكل اللي كيكون هو التواصل، اللغه الانجليزيه عندهم ناقصه، وبلاد ماشي سياحيه، علاش صعيب تلقى الناس كيهضروا بالانجلي.
هذه هي المشكل اللي واجهت. بالاضافه للسفر ديالي من مدينه لمدينه كيكونوا نقاط تفتيش على صراحه هاد الحوايج اللي لقيت فيهم مشكل. هذه هي الاجابه على الاسئله. جاوني بزاف ديال الاسئله على شي مواضيع ديجا هضرت عليهم في الفيديوهات، وجاوني شي اسئله خارجه على الموضوع ديال بورما، هذوك نخليهم حتى الفيديو اخر. المهم كانت هذه هي النهايه الرسميه ديال الرحله ديالنا في ميانمار. هاد الغرفه ديال الخوت راه في دوله جديده اللي غتشوفوها معايا في فيديو جديد. من بعد ميانمار خرجت مباشره لماليزيا، ريحت تما باش نمونتي لكم الفيديوهات. ودابا انا في دوله جديده اللي غتشوفوها معايا في الفيديو الجاي. واذا كنتي ما قادرش انك تسنى حتى الفيديو الجاي، كنصحك تدخل الانستغرام، هو ده هنايا تلقى فيه شي ستوريات من هاد الدوله فين راني دابا. كنتمنى تكون عجبتكم الرحله ديال ميانمار. بالنسبه لي غتبقى واحد الرحله خاصه، حيت كاول صانع محتوى مغربي غادي يمشي لهاد البلاد، كتكون واحد التجربه مختلفه فاش كتمشي لواحد الدوله ما كاينش عليها فيديوهات بزاف، ما كاينش معلومات، يعني كتمشي كتغامر، كتعجبك التجربه كيف ما هي، ما كيكونوش عندك واحد توقعات مسبقه، كتمشي كتعيش كل نهار بالاحداث اللي كيوقعوا فيه. هادشي علاش غتبقى واحد التجربه مختلفه. كنتمنى تكون عجبتكم، وهادشي اللي كاين، نشوفكم فيديو جديد في الوجهة الجديدة. سلام.